التداوي بالأعشاب رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. صباح النور دكتور عماد. صباح الخير شي سناء وصباح الفصول الأربعة في يوم واحد. فعلا تيجي دابا من مراكش الموت ديال الصيف ياك دخلنا عاوتاني شويه جات سطات شويه ديال الشتاء عاوتاني دخلنا الكازا عاوتاني الجو ديال الربيع فالحمد لله الحمد لله كل شيء زين والله العظيم البارح لا ميم شوز جينا من مراكش خلينا في مراكش تبارك الله 31 درجه على ما وصلنا للسطات بدات كتغيم شويه الدنيا فتنا سطات وصلنا للنواصر وبدات درجه الحراره كتنخفض وصلت البارح في العشيه في الدار البيضاء كان درجه الحراره 16 فكيف يعقل يعني الناس منين كيعيشوا هذه درجه الحراره كتاخذ الطياره وكتمشي لقاره واحده اخرى وكتسافر كتقطع كيلومترات حنا تبارك الله راه غير في المغرب ولينا كنعيشوا فعلا الفصول الاربعه ايوا في هذه الفصول الاربعه طبعا خصنا نحافظوا على البشره وعلى الشعر والسيده خصها تحافظ على الجمال ديالها وعلى البشره ديالها وترد البال لانه فهاد التغير هذا الفصول كيقدر الانسان يعني يتضر وهذا الشيء هو موضوعنا هذا الصباح واللي غادي نتكلموا عليه معك دكتور عماد من خلال كل ما كتقدم اليوم الطبيعة وعندك وصفات جديدة اللي غادي تقدمهم وتفيد بهم مستمعاتنا وطبعا من خلال أيضا الأسئلة ديالكم في هذه الفترة من السنة وبهذا تغير هذا ديال درجة الحرارة فعلا سيداتي شنو هما الأسئلة ديالك شنو هما طلباتك للدكتور عماد احتياجاتك وصليهم لنا احنا إن شاء الله غادي نساعدك ونقدموا لك الوصفات البيو الوصفات الطبيعية 100% يعني اللي هي مفصلة على القياس ديالك واللي غادي توالمك وتوالم طبيعة البشرة ديالك ونمط العيش ديالك والمنطقة أيضا اللي انت عايشة فيها غادي نتكلموا على نضارة البشرة للوجه وشنو ممكن تستعملي على لا من وصفات طبيعية مضمونة وأمينة وطبعا عند دكتور عماد المختص في علاج بالأعشاب وأيضا دكتور في الصيدلة أي سؤال طرحوا علينا مباشرة وأسئلة إلى عندنا كثيرة من عند مستمعاتنا معنا بداية من مدينة وجدة بشرة صباح النور بشرة وي صباح الخير اختي سناء صباح النور مرحبا بك على راديو اصوات راني فرحانه بزاف لاني هاد النهار نهضر معاكم وكنشكركم على كل شيء اللي كديروا معنا الاصوات ديالكم رانا ما تصوريش شحال فرحانين بها مرحبا ربي يخليك بشرى وتحيه كبيره ليك وانت سفيره اصوات بوجده وراني هضرت معاكم بعدا قبل وراك انتما تقبلتوني وكنشكركم مرحبا بك في كل وقت قاش الشيفه اللي راهم كيعطيونا الكاطو نجربهم كاملين وكنديروهم كيسبقوا النهائيين ما نقول ما نتصوريش كيفاش بارك الله عليك وعلى الحداقة ديالك واصوات ديما بجنبك وتفضل شنو سؤالك اليوم في موضوعنا على ترطيب وتغذية البشرة وخاصة في هذا الفصل وتغير الفصول وارتفاع الحرارة ونزول الحرارة راك عارفة هذه المرحلة هذه مرحبا شنو كنشكر خويا عماد سلام اخويا عماد وعليكم السلام اختي الله يبارك فيك حياك الله اخويا كنشكرك بزاف اخويا عماد على الوصفات اللي كتعطيهم لنا هذا واجب اختي الله يبارك فيك اخويا عماد عندي الوجه ديالي هذا الوقت ديال الاخر كان يتبدل ديالي يعني كينشف وكيعطيني مره كنبان بيضاء مره اللون ديالي سمر كل مره كيبان نعم يعني التلوين ديال البشره ديال الوجه ديالك كتحسي به كيتبدل كيتلون يعني اللون ديالي كيتبدل نعم فكاينه الوصفه اللي غادي نعطيه في الاخر ان شاء الله ديال الحلقه كمرممه وكانت كترجع النظاره للبشره ولكن بالنسبه للاخوات اللي عندهم النشوفيه بحالك واللي عندهم هذه البشره هذه ديالهم شاحبه فغادي ناخذوا هذا الماسك هذا غادي تاخذوا الزيت ديال لافوكا اللي فيها الفيتامين او غنيه بالفيتامين او كترد لنا هذاك الماء اللي كيمشي من البشره ديالنا وغادي تاخذوا الزيت ديال المشمش او ديال عظم المشمش اللي فيها البيكتين وفيها موضة البيتا كاروتين وزيت اللوز الحلو اذا ثلاثه ديال الزيوت زيت لافوكا زيت المشمش زيت اللوز الحلو معلقه كبيره من كل زيت كنخلطوها مزيان وكتولي وكتدهنوا بها من الليل للليل وداوموا عليها دائما فمنها
كترطب لكم البشره ديالكم وكتغديها، ومنها كتولي محافظه لكم على البشره ديالها باش كتبقى محافظه على داك التلوين ديالها. لان شنو كيوقع دابا ملي مع هذا الشو هذا اللي كيتبدل، الا مثلا كان البرد البشره كتعطي واحد درجه الحراره ديالها، الا كان الصاد كتعاود ترجع لدرجه الحراره ديالها. بحال دابا في الصيف كتبقى درجه الحراره هي هذيك، وفي الشتاء كتبقى درجه الحراره هي هذيك بارده، ولكن ملي كتبدا كتقلب بحال هكا البشره ما كتعرف فين تشد، واش في درجه الحراره طالعه ولا درجه الحراره منخفضه. فهنا كيوقع هذا الامر هذا في التلوين، لان كتقيس لي ميلانوسيت اللي هما قلنا الخلايا اللي كتاثر على التلوين ديال البشره، وكذلك كتاثر على الدوره الدمويه. فباش نحافظوا على البشره ديالنا وما يبقاش فيها النشوفيه، قلنا غادي ناخذوا زيت لافوكا، زيت مشمش، وزيت اللوز الحلو، معلقه كبيره من كل زيت، كدهنيهم كل ليله وكيدهنوها كذلك حتى الاخوات اللي عندهم بحال هذا الامر هذا. وبالنسبه للنقطه ديال شرب الماء، لانه تلوين او تغير تلون البشره عندها علاقه بالنوم، عندها علاقه بالهرمونات، عندها علاقه ايضا بترطيب البشره داخليا، ممكن نعرفوا لانه كل شيء من الماء ايضا. نعم، والماء دائما كنقول ان الماء على الاقل واحد لتر ونص ديال الماء في النهار فما فوق، لان الماء هذا بدون نقاش ان الماء ضروري خصنا ندخلوه في الثقافه ديالنا، وخصنا نشربوا بزاف ديال الماء في النهار. تهلا فراسك بشرى، تحيه كبيره لكم بوجده وبالجهه الشرقيه. غادي ناخذوا الان من مدينه الفنيدق فاطمه. صباح النور. الو صباح الخير سناء اختي. مرحبا بك فاطمه. كيف سينا؟ مزيان الحمد لله. العائله لاباس؟ شكرا بزاف على الاستفاده اللي كنستافدوا منكم، وكنشكر اخ الدكتور عماد بزاف على الوصفات اللي كاعطينا. انا عندي نفس المشكل اللي في قالت العائله دابا اللي من وجده. انا عندي البشره ناشفه بزاف. وكنت كنعمل زيت اللوز الحلو، كنت سمعتها مع الدكتور عماد وكان وجهي رجع مزيان، شتيته بالحق ملي تقاد لي، بقيت كنعمل زيت القرقع يوميا من الليل الليل. نعم نعم. واخ هانت اختي دابا ملي كنهضر على شي وصفه ياك، ولا ملي كنهضر على شي زيت، فراه كل حاجه كتصلح. ما يمكنش حنايا وصفه كتصلح مثلا البقع غادي نخدموها للترطيب. اذا انا دائما كنقول لكم زيت اللوز الحلو ما تخطاكمش، زيت اللوز الحلو تكون عندكم قاعده، زيت اللوز الحلو خصها دائما تكون حاضره معكم في الدار ياك. وزيت اللوز الحلو هي احسن مرمم للبشره واحسن مضاد للحساسيه، لان الاميغدالين هاد الماده السحريه اللي كنسميها انا اللي كاينه في زيت اللوز الحلو كتمشي البشره، واي حاجه كتكون فيها يا من جروح يا من بعض المرات حتى البقع، الا كانت بقع خفيفه فكتعاون زيت اللوز الحلو باش كتحيد. فانا كنصحك انك تحبسي زيت القرقع، لان زيت القرقع كتعطينا واحد ليفي الاستيك، لان زيت القرقع كتجبد البشره. وزيت القرقع كنستعملوها في امور اخرى، مثلا الزياده في بعض المناطق، او مثلا التجاعيد. اما زيت اللوز الحلو هي اللي غادي ننصحك بها، غتحبسي زيت القرقع وغادي ديري زيت اللوز الحلو تبقاي مداومة عليها كل نهار، وان شاء الله غادي تكمل يعني البشره ديالك كترجع ديك الحيويه وما عمرك تقطعيها. اذا هذا هو النصيحه ديالي اللي غادي نعطيك. اتفقنا فاطمه؟ نعم اتفقنا. متفقين، كوني هانيه غادي نعملها ان شاء الله. ان شاء الله. محلي بغيت نسق سي الدكتور عماد الا كان ممكن ناخذ الرقم المهني ديالو، حيت عندي بزاف ديال الاسئله. واخا عبد الرحيم غادي يعطيك طبعا الرقم المهني ديال الدكتور عماد. تحيه كبيره لكم بالفنيدق. من مراكش معنا فاتحه. صباح النور. صباح الخير اختي سناء. مرحبا بك فاتحه على راديو اصوات. كي دايره؟ بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. صباح الخير دكتور عماد. صباح النور. كي داير اخويا؟ بخير لاباس اختي، الله يبارك فيك. نعم اختي، شنو السؤال ديالك؟ انا السؤال ديالي بحال ديال الاخوات، عندي البصره جافه بزاف. اييه. والما كتشربي الماء مزيان؟ كنشرب الماء بزاف. نعم. والبشره جافه واش ديما عندك ولا غير هاد الفتره هادي؟ لا غير في الفتره هادي كتكون جافه بزاف. نعم. فديري اختي الوصفه اللي عطيت دابا اللي قلنا فيها زيت لافوكا وزيت المشماش او زيت العظم ديال المشماش وزيت اللوز الحلو، ياك معلقه كبيره من كل زيت، تخلطيهم وتبداي تدهني بهم من الليل الليل صافي. فهاد ثلاثه ديال الزيوت كافيينك انهم يرجعوا داك الماء اللي كيتفقد من البشره ديالك، وكافيينك باش يرطبوا لك البشره ديالك. وان شاء الله غادي ترجعي النظاره. ملي كنتكلموا على النظاره بالدارجه كنقولوا السر ياك، ماشي السر، السر السر. حنا غنشوفوا كيفاش السيده ترجع السر. راديو اصوات الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني. معنا ساره من الدار البيضاء وساميه من الدار البيضاء،
والبشره منين كتلون هكذا بلا قياس دكتور عماد؟ شنو الحل؟ السر كيفاش السيده يبقى عندها واحد السر طبيعي؟ والسر طبيعي كنقولوا هما طبعا ملي كيكونوا مازال البشره ديال الوجه ورديه، ملي كيكونوا الحنيكات مازالين موردين، هادشي كنعقلوا عليه. وطبيعي انه يكون في ريعان الشباب، يعني مع العشرينيات كتكون تبارك الله السيده مازال هذيك البشره محافظه على ليلاستيسيتي ديالها، على الليونه ديالها، المرونه ديالها، ولكن هادشي شويه كيبدا كيتفقد من بعد، كيولي لون الوجه شاحب. فمنين كاين الخلل؟ واش الخلل كاين في نمط العيش، يعني في نظام المعيشه، الطريقه باش كتنعسي، الطريقه باش كتفيقي، الوسط اللي انت عايشه فيه، وشنو اذا الامور اللي ممكن تغيريها اليوم؟ الا لا، اتصلي بنا قولي لنا كيفاش انت كتعيشي، وشنو هي الحركات اليوميه والعادات اليوميه عندك للحفاظ على الجمال ديالك، باش نقدروا نفيدوك ونشوفوا شنو هي ايضا هذه العادات ربما اللي تحافظي عليها او تغيريها. وكذلك اليوم دكتور عماد غادي نشوفوا معاك شنو هي الوصفات الطبيعيه المضمونه اللي غادي تعطي نتيجه وغادي ترجع هذا السر هذا للسيده، لانه ماشي كل يوم السيده كتبغي مثلا تستعمل الماكياج او دير الفوندو او دير ايضا كريمات اللي غادي تخبي انه الوجه ديالها شاحب. شحال من سيده كتبغي تبقى طبيعيه ولكن ملي كيشوفوها كيقولوا لها اه مالك اليوم مريضه؟ راه ماشي مريضه، ولكن منين كيبان هاد العيا على الوجه؟ شنو هو المصدر؟ وكيفاش منين نفهموا المصدر نتعاملوا معاه؟ فين كاين اذا هاد الخلل؟ غادي نسمعوا لساميه اللي هي معنا على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح النور ساميه. صباح النور، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. على اصوات وحديث ام غزل، حنا الحمد لله عاملين الحديث والمغزل، يعني المعنى والفائده والونيسه وكل شيء. بارك الله فيك، شكرا. وانت يا راكي في العمل جاب لي الله ياك؟ اه راني في العمل. هادي شي ماكينه اللي حداك الخياطه. داكشي اللي كاين. اه وشنو شنو كتخيطي؟ كنخيطو توني وسيرفيس، كيسلموا عليك صحاباتي. اه تبارك الله، والله يعاونك والله يعاونهم، سلمي لي عليهم كاملين. بارك الله فيك اختي، بنسلم عليك الخير والرباح. السلام عليكم، عندي واحد سؤال دكتور عماد. مرحبا مرحبا. نعم اختي. عندي البشرة ديالي المسام مفتوحين بزاف وخصوصا في الخدود، وكنستعمل واحد الوصفة لكن ممكن نقولها لك تعطيني رأيك فيها. معلومة. كندير قشور ديال الليمون وقشور ديال الحمص، كنطيبهم من الليل الليل، كنديرهم على شكل كنشوف مكعبات الثلج وكنديرهم لوجهي من الليل الليل. وهادو لا زعما باش يسدوا المسام؟ زعما باش يسدوا لي شوية المسام. لا شوف، هذه خدوه قاعده عندكم انت وكاع الاخوات اللي كيسمعوني وعندهم هاد المسام هادو مفتوحين، دائما كنقلبوا على مواد اللي كيعطيو لي فيليفتينغ، مواد اللي كيجبدوا البشره ياك. المواد الطبيعيه اللي كيجبدوا البشره قليله منه، انا نذكر لكم شكون هما. عندنا البيض، او بالاحرى البيض ديال البيض، لان فيه لا ليزوزيم اللي دايره كتولي دايره بحال 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 الجيلاتين، هادي كتعطينا لي فيليفتينغ، يعني كتجبد المسام. ثانيا عندنا الطين بالانواع ديالو، لا الاخضر ولا الابيض ولا الوردي ولا الازرق ولا الطين العادي اللي هو اسود. ثالثا عندنا الماء ديال الرز، يعني كنسلقوا الرز وكنستعملوا الماء ديالو. ورابعا الدقيق ديال الذره او النشا، اذا اللي لقيتو راه هو هذاك. اذا حنايا طبعا غادي نعاودو نذكرو بهاد الوصفه المستمعات باش نشوفو شنو اللي غادي يعادل هاد المشكل هذا. نعم، فقلنا الطين، الدقيق ديال الذره او النشا، البيض، والماء ديال الرز. اذا نعطيكم وصفه بسيطه، المسام المتسعة. إذا أي أخت كتسمعنا دابا وعندها هاد المسام هادو، تاخد هاد الوصفة هادي، تاخد معلقة كبيرة ديال الطين الأخضر، جوج معالق كبار ديال الماء ديال الرز مغلي، ومعلقة كبيرة ديال الدقيق ديال الذرة، غتخلطوها مزيان، غديروها ماسك مدة ديال نص ساعة، ومن بعد كتغسلوها. العملية غادي ديروها جوج المرات في الأسبوع، وداوموا عليها مدة ديال 3 شهور.
وهكذا غادي تعطيك نتيجة سامية. وهاد الوصفة طبعا ممكن تقسميها مع الأخوات اللي معك في المعمل، سلمي لي عليهم بزاف سامية. واخا الله فيك، شكرا. الله يعاونك، الله يعاونك، تبارك الله عليك. معنا أم يسرى من طنجة، صباح النور لمدينة طنجة. صباحك سعيد أم يسرى. صباح النور، صباح النور لالا، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك، المجهودات ديالكم صعيبة عليكم. شكرا ومرحبا بك على المجهودات ديالك، الله يجازيك بالخير. هذا واجب أختي، الله يبارك فيك. ميرسي. الله يخليك. عندي بنيته عندها 12 عام، هي باقا ما بلغاتش ولكن عندها الحبوب بزاف وجهها، كيخرج لها الحبوب. هاد اليامات كندير لها واحد لاغوسيت ديال الخل، لقيتها سوغ فيسبوك، ما عرفتش ديالكم ولا لا، مي اون توكا فيها الخل وفيها عريشات ديال المعدنوس وعريشات وشي جوج ورقات ديال سيدنا موسى. ولكن اش من الخل عادي؟ الخل، الخل ديال التفاح. صافي، نعم. ودرتها في البان ماغي وكنديرها في الظل في شي حاجه ما فيهاش الشمس، وكنمسح لها بها وجهها نهار ايه نهار لا، وجاب لي الله بحال وجهها بدا كينشف. نعم، اذا كينشف من الحبوب ولا كينشف البشره؟ كتنشف البشره، كتنشف البشره ولا كتنشف ليها. اذا قولي لي شحال درتي ديال الخل؟ درت 3 ديال المعالق ديال الخل كبار. كبار، نعم. والعريشات ديال القزبور، هذه المعدنوس، المعدنوس 3 ديال العريشات، ودرت 3 الورقات ديال سيدنا موسى. واخا الدكتور عماد شنو قال لك؟ قال لكم كاس ديال العنبه ديال الخل. داكور، فهمنا. انا شوف ديما دابا غادي نهضر معك ونهضر مع كاع الاخوات، راه الدكتور عماد الوصفه كما كنعطيها كما تخاد، لان راه معلقه زايده ولا معلقه ناقصه الوصفه ما بقاتش صالحه، تفهمنا؟ ولا الا نقصنا شي حاجه في المقادير. شوف من الاحسن تجمعوا المقادير يكونوا واجدين عاد تصايبوا الوصفه، حيت داكشي مصايب بدقه. حيت انا علاش انا كنقربكم بالمقياس، بحال دابا الا قلنا معلقه كبيره راه كنهضر على 15 مليلتر ديال السائل، قلت لكم معلقه صغيره راه كنهضر على 10 مليلتر ديال السائل. اذا انا هذه الطريقه الكيميائيه كنحسبوا بالمليلترات، ولكن انا كنقربكم بالمعالق كبار معلق صغار كاس ديال العنبه باش نقربكم شنو عندكم في الدار. اذا ضروري بعدا هذاك خل التفاح ديري كاس ديال العنبه ياك، وعاد كنديروا حيت شنو درتي دابا؟ دابا راه ركزتي لينا، ركزتي لينا التركيز ديال ورق سيدنا موسى وديال ديال المعدنوس، حيت راه درتي غير شويه ديال الخل، ولكن كون درتي شويه ديال كون درتي الخل بزايد هذاك التركيز ما غيكونش. هذا من جهه، من جهه اخرى انا قلت لكم كتهزوا القطن شويه ديال المحلول وكدوزوا غير على البلاصه اللي فيها الحبوب، اذا ما تديروش في شي بلاصه اخرى، وتخليوه مده ديال نص ساعه ومن بعد كيتغسل، اذا ما تبعتش به البنيته. اذا هادو كلهم الا ما تبعتيش هاد المراحل فما غاديش تنجح الوصفه ياك. ومساله اخرى، من كاع نديروا هاد الوصفه هادي ما فيها باس ندهنوا البشره ديالنا بزيت ديال اللوز الحلو باش نرطبوها بحال دابا حتى الليل، وندهنوا البشره ديالنا بزيت ديال اللوز الحلو ونبقاو مداومين عليها، وان شاء الله هاد الحبوب غادي يبدا ينقص. صافي تفاهمنا اختي؟ نكمل ونكمل على هاد لاغوسيت هادي ديال على هاد، ولكن ديريها بالطريقه ديالي، الطريقه اللي قلت لكم بالمقادير اللي قلت لك غادي تنجح ان شاء الله، ونحطهم غير على النقطات ديال الحبوب اللي كاينين وصافي. نص ساعه وغسلي البنيته هذيك البلاصه ديال الخل، وفي الليل بدي دهني لها زيت اللوز الحلو، ان شاء الله الامور غتولي بخير. وزيت اللوز نتبات به؟ ماشي مشكل، زيت اللوز الحلو كندهنوه بالليل كمرطب كزيت مرطب ونباتوا به ما نخافوش منه. واخا واحد السؤال دكتور الله يخليك، غير دابا هي دابا عندها حتى لي بوان نوار في الجهه ديال النيف ديالها بزاف ديال لي بوان نوار، واش ندير عليهم هاد الخلاط هاد المحلول؟ لي بوان نوار، اذا لي بوان نوار البنيته وكذلك اخوات اللي كيسمعوا لينا اللي عندهم لي بوان نوار، غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال القهوه مطحونه. اها. القهوه كان عندك حبوب كنطحنوها ما كنغليوها ما والو، معلقه كبيره ديالها. ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. ومعلقه صغيره ديال الملح الحية. سيل ماغان. اذا الملح الحية ضروري. كتخلطوهم كدفيهم 15 دقيقة في حمام مريم. ومن بعد البنيته كتغسل وجهها بالماء سخون، او اي اخت كتغسل وجهها بالماء سخون، وكدير قوماج بهذاك الخليط كامل، كدير واحد القوماج للوجه ديالها تخليه ثلث ساعه ومن بعد كتغسلو، وكتبقى مداومه عليه جوج ديال المرات في الاسبوع، وهي غاده حتى كيبدا ينقص داك الشيء ان شاء الله. هذاك ديال الخل واش نديرو لها نهار ايه نهار لا، ولا نديرو لها كل نهار؟ نهار ايه نهار لا، نهار ايه نهار لا من الاحسن. شكرا بزاف، كل الفرح. شكرا على واجب، تهلا في يسرى، وبوسها من عندي تحيه كبيره لكم بطنجه على الموجة راديو اصوات 102.3. حنا مازالين مواصلين معكم مستمعاتنا، وغادي ناخذوا اسئلتكم. زين من دار بيضاء،
مرحبا بك معنا زينب على راديو اصوات وحديث ومغزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شي بخير؟ الحمد لله زينب. بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. يمكن لي نوضع السؤال للدكتور؟ مرحبا مرحبا تفضلي. الله فيك اختي. شكرا. الدكتور صافا لاباس عليك؟ الحمد لله اختي ما كنسمع صوتكم. الله يبارك فيك. بنيه لاباس عليها كلشي لاباس؟ الحمد لله. الله يجازيك بخير. عندي واحد البنيه عندها 17 طون. تيخرج ليها الحبوب بزاف وجهها. ديت عند الديرماتو خرج لها عند تريتمون ولكن داكشي كيجي كيجبح لي كيجهر كيزيد يخرج بزاف. درت لي هذاك الوصفه اللي عطيتيني ديال الطل الاخضر مع الماء الروز. صافي. المهم دارت واحد بقات كتسمي بحال هكا بحال اللي كيخرج بزاف وحمر وعاوتاني كيطفى كيخرج وكيطفى وكيبقى له بحال ديطاش في وجهها عرفتي تعقدات مزيان. نعم ولكن واقيلا الطين الاخضر والماء الروز كنعطيها انا للتجاعيد. علاش؟ للتجاعيد ماشي الحبوب. وي هو درتولي هذا درتو تقريبا. احنا يلاه انا عاد هضرت على هذه المساله هذه فشوف انا دابا انت مالك والو دابا احنا غير باش الحمد لله كل مره كنكتشفوا حاجه وكل مره كنزيدوا نستافدوا صافي. دابا كاع الاخوات يلا سمعوني كاع الاخوات اي وصفه عطيتها للتجاعيد اسمح لي عماد. زينب زينب واش بنتك دابا غير باش نتفقوا بنتك عندها لكني عندها حب الشباب ماشي دابا ملي درت لها التريتمون عندها حب الشباب كان عندي هادشي اللي قال لك الطبيب فاش ديتي عند الطبيب الاختصاصي في امراض الجلد وي اختصاصي دونك شنو هو الدياغنوستيك اللي عمل لها قال لا ديال لاكني ديال حب الشباب وي لاكني صافي اتفقنا واخا. نعم فالوصفه اللي عطينا ديال التجاعيد فهي كتصلح التجاعيد لان المواد والمكونات اللي كنعطي طبيعيين كيمشيو للتجاعيد كنعالجوا مثلا التجاعيد كناتاكيو الكولاجين اذا الكولاجين اللي كيكون في البشره كنحاولوا نحيوه اذا ما عندها علاقه بالحبوب. الحبوب ملي كنبغيو نعالجوهم شنو كنديروا؟ كنمشيو للمسام كنمشيو لافرازات الدهون كنمشيو للدهون وكنمشيو للبشره باش كيولي الدوره الدمويه ترجع ليها. اذا كل وصفه كنعطيها فهي كتصلح لذاك الشيء اللي كنعطي. ما يمكنش نعطي وصفه ديال التجاعيد تستعملوها انتم للحبوب ولا وصفه ديال الحبوب تستعملوها للتجاعيد. تفاهمنا في هذه المساله. واخا نسولك غير سؤال لان البنيته دابا 17 عام واش دارت التحاليل ديال الهرمونات عندها مزيانين؟ لا هي عندها الحبوب تف ماشي في وجهها عندها تف في ظهرها. ايوا اختي شوفي خص بعدا تمشي عند اختصاصي بعدا ديري لها واحد التحاليل ديال الهرمونات لان حتى الهرمونات الا كان دابا وخاصه 17 عام كيولي الهرمونات كيوقع فيهم خلال كاين هرمونات اللي كيتزادوا هرمونات اللي كينقصوا فهنا نشوفوا بعدا الهرمونات واش ما فيهمش شي خلل. الوصفه للمساعده انا غادي نعطيها لك اذا غادي تاخذي زيت اللوز الحار وعافاكم الزيوت تكون زيوت طبيعيه ما لقيتوش تاخذوا من الصيدليات وشي بالصيدليات باش نتهناو لان الا ما كانت زيت طبيعي حتى حاجه ما غتنجح. زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحار وزيت الزعتر يلا زيت اللوز الحلو زيت اللوز الحار وزيت الزعتر معلقه كبيره من كل زيت وغادي تولي كدهني البنيته من الليل الليل صافي دهني لها من الليل الليل وتخليها تبات بهذيك الخلطه يوميا مده ديال 3 شهور حتى 4 شهور وان شاء الله في شهر ونص الاولاني غادي تولي كتبان لك النتيجه وغيولي كيبان لك الحبوب انه كينقص الا ما كانش هذا عنده علاقه بالهرمونات. علاش الهرمونات غتسولوا تقولوا علاش الهرمونات حيت الهرمونات كيعطيونا خلل في الغدد اللي كيفرزوا لنا الدهون اذا الا كانوا زايدين دوك الدهون كيبقاو يتفرزوا بطريقه عشوائيه دوك الدهون ملي كيتفرزوا بطريقه عشوائيه كيتخلطوا مع الغبره وكيتخلطوا مع ديك داك 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 القشره اللي كتجدد او ديك لا بوموخت ديك البشره الميته وكتخلط وكتسد المسام. اذا هذا هو علاش الهرمونات عندها علاقه بالحبوب وان شاء الله تبعي الوصفه ويتبعوها كاع الاخوات اللي عندهم الحبوب وان شاء الله غادي تعطي نتيجه زوينه. إذن وكما تفهمنا وكل ليلة ضروري كل ليلة وضروري أنك تباتي بهاد الوصفة هذه أو حاجة أخرى تمشي تدير التحاليل ديالها وتشوف واش عندها خلل في الهرمونات ولا ما عندهاش لأن بزاف ديال الأخوات دابا كيجيو مثلا باش يعالجوا بعض الأمور طبيعيا وما كيديروا لا تحاليل لا والو وكتبغي واحد العلاج
فهمتي؟ وخاصه دابا البنيات 17 عام ولا كاع البنيات اللي كيكونوا مراهقات وعندهم الحبوب نشوفوا لهم هرمونات هما الاولين عاد من بعد نعطيو الوصفات. وفعلا اليوم استفدنا معك دكتور عماد في هذه الحصه على حب الشباب لانه موضوع يؤرق بالخصوص الامهات على حسب ما كيبان لنا. وكلنا اباء وامهات وكنعرفوا شنو هي وليداتنا ملي كتقيسهم غير شي حاجه قد هكا. طبعا حنا اللي خاصنا نطبطبوا ونداويو ونلقاو الخاطر. فاعتقد انه بهذه الوصفات شحال من ام كتصنت لنا لا بالنسبه للولاد ولا للبنات راه الحل بين يديك لاله. واكبي على هاد النصائح ديال الدكتور عماد وبالخصوص الوصفات خذوها كيف هي باش تعطيكم واحد نواصر من الدار البيضاء. صباح النور هند. وي صباح الخير. طاب لاباس عليك. اهلا ومرحبا بك معنا في ديت الغزل وعلى راديو اسوار. الحمد لله. ميرسي بوكو. كي داير اخي عماد؟ صباح لاباس عليك. بخير اختي ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. شنو السؤال ديالك؟ دابا غنقول لكم الاسئله ما تضحكوا عليا. دابا كاع الزيوت شريتو وكل شيء كندير. سمعتك دابا قلتي زيت القرقاع بقع سوداء. انا ديجا كنديرها صافي دابا شي كات موا. وزيت الدراسي كنديرها ثلاث جايد. ودابا انا خلطت وديجا خلطت واحد لا غوسيت قلتي لي دارنييرمون ديال زيت اللوز والكمون والورد والزبده ديال الكاريت ديتها هي خلطتها وباقي ما درتهاش وبحال حرت. نعم. وفاش حرتي شنو اللي حيرك زعما شنو الوصفه غتبداي بها؟ ديجا كندير الزيت ديال القرقاع وملي سمعت قلتي السيده لا دابا بحال غنوقفوا ديال بقع. انا ما فيش بقع بزاف حيت يلاه وليت وقلت غنعتق راسي شويه. وشنو اللي عندك في وجهك؟ علاش باغا تستعملي الزيوت؟ سمعي شنو الحاجه ديالك انت؟ عندي واحد الغيض خات لي ناط لي واحد التكميشه طويله في ماشي طويله شويه في جبهتي. فين بلاصه؟ واش بين الحاجبين؟ لا في جبهتي ديجا عندي ماشي هكا بالطول بالعرض يعني فوالا ناطليه صغيره وملي كنهز حجباني كتولي طويله وبغيتها تكون فهمت اختي هذاك. شحال في عمرك هند؟ 37 و هاد لا غيد هادي ديكسبريسيون هادي دابا غتكون اون غيد ديكسبريسيون ما عرفتش واش اون غيد اوسيداج. شحال الوقت باش بانت لك؟ دابا صافي كان صغيره دابا بديت من دابا ديغنييغمون بحال قلتي 3 زون بدات شويه وانا سخفت فهمتي تكبر كتشوفيها بدات كتحفر شويه في الجبهه. فوالا ديك الصغيره اللي كتحفر ليا وشغلتو ملي كنهز حجباني كيبان لي حداها غادي يبداو. سؤالك مهم كثير هند وانا كنشكرك عليه. دكتور عماد حنا كنعرفوا لانه اي سيده ملي كتوصل للثلاثينات ملي كتجاوز ايضا عتبات 35 سنه في الحقيقه لانه 30 في البدو ديالهم كنقولوا عندي 30 ملي كنوصلوا ل 35 كنبداو نفوتوا 35 كنشوفوا 40 اللي كتقرب فوالا. والبشره شنو اللي كيتغير في تركيبه البشره وبالتالي شنو اللي ممكن اليوم نبهوا له السيدات وشنو هي الوصفه اللي غادي تقدم الهند وايضا لكل السيدات اللي بحال هند خرجوا لهم هاد التجاعيد وماشي غير خرجوا لهم كيحسوا بهم انهم بداو كيتحفروا في الوجه شنو هي النتيجه من الطبيعه؟ نعم. فاولا بعدا علاش كيبقاو يبانوا التجاعيد؟ لان قلنا شكون هو اللي كيكون المؤثر الاساسي في التجاعيد هو الكولاجين. الكولاجين هذا الكولاجين اللي هو عباره على الكاوتشو نوع من الكاوتشو اللي خلق الله سبحانه وتعالى اللي كيشد لينا الخلايا. اذا دوك الخلايا ملي كيتجبدوا كيعاودوا يرجعوا للحاله الطبيعيه ملي كيكون داك الكولاجين قاصح ومزيان وباقي يعني باقي حي باقي خدام ودير الخدمه ديالو. ولكن شنو هما كاين المؤثرات بزاف؟ كاين اولا ما كنحافظوش على البشره ديالنا. كتلقى مثلا البنيتات ديالنا ملي كيوصلوا لسن المراهقه كتولي كتستعمل اي مواد للبشره ديالها كريمات عاديه. انا كاع لواحد المساله خطيره اللي خصني ننبهكم ليها هو ما تخليهمش يستعملوا كريمات اللي ديال الليفتينغ اللي كيجبدوا البشره. كتلقاهم مراهقات فعلا 16-17 عام وكيديروا لك خيم ديال 40 و50 سنه. فهذا غلط لان هذوك الناس اللي صايبوا هذه المواد التجميليه كيصايبوها على حساب كل سن. اذا انت ابنتي ملي غادي تجي وتستعملي هذيك الكريم اللي كتجبد البشره ديالك في 16 عام اذا راه بحال شديتي لاستيك ولصقتي فيه واحد الكيلو كيبقى لاستيك مجبد. اذا ملي كتجي توصلي للسن كاين كاع اللي كيوصل حتى ل 30 عام 31 كيتحيد هذاك الكيلو. شنو كتولي البشره كتولي بحال داك لاستيك الا جبدتي اذا كتولي فيها التجاعيد بزاف. كيوقع اضطراب يعني البشره المرونه والليونه البشره كتخربق. ما كنحميوش البشره ديالنا من الشمس. بزاف الاخوات ما كيديروش ليكرون، بزاف الاخوات ما كيديروش بومادات الشمس، كيقول لك لا حق راه تيدخل الصيف. وانا في الصيدليه كنعيش هذا الشيء، حتى كيقرب شهر 5 عاد كيوليو كيجيو الناس باغيين ليكرون، لا ليكرون كنديرو دائما.
انت اختي وخاصه المغربيات كاملين راه 80% عندكم بشره حساسه، وعندنا الحمد لله كاين الاشياء فوق البنفسجيه، عندنا الشمس واخا كتكون الشتاء راه كاينه الشمس، اذا خصكم تحميو راسكم وتحميو البشره ديالكم. ثالثا تغديو البشره ديالكم، تحاولوا ديروا كريم مرطب كريم مغدي، وإلا ما قدرتوش على جوج ديروا غير واحد مثلا في النهار، ما قدرتوش غنديروا غير زيوت، نديروا زيت اللوز الحلو، نديروا زيت لافوكا، نديروا مواد اللي غادي تغدي لينا البشره ديالنا. ليكرون توتال واقي من الشمس، الكريمه الواقيه من الشمس ضروريه. اذا شنو الوصفه اللي غتنصح بها هند وكل الاخوات المستمعات اللي بحال هند؟ وصفه، لان بعض الاخوات كيعيطوا كيتصلوا بيا كيقول لك اودي حنايا في بعض المناطق ما عندناش يعني دوك المكونات، فغادي تاخذوا الدقيق ديال الذره وغتاخذوا البيض، او من الاحسن البيض ديال البيض. اذا معلقه كبيره ديال الدقيق ديال الذره، هضرنا عليه قبيله انه كيعطينا حتى هو في ليفتينغ، وغناخذوا البيض ديال البيضه، غتخلطوا مزيان هذا الخليط وغديروه ماسك على البشره ديالكم مده ديال نص ساعه، ومن بعد كتغسلوه ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، وغداوموا عليه مده ديال 3 شهور وتشوفوا النتيجه ان شاء الله. فمن الشهر الاولاني غادي تولي كتبان لكم النتيجه، وداوموا عليه. اتفقنا هند؟ نتمنى انك تهلا في راسك، وبهذه الوصفه ان شاء الله غادي تبدا تبان لك النتيجه ورد علينا الخبر. تحيه كبيره لكم بالنواصر هند. الان دكتور عماد معاك، غادي نقدموا الوصفه لنضاره البشره. نعم، وهذه الوصفه غتكون عباره على كريمه ديال الليل، يعني كريم دو نوي. هذه الكريمه هذه اللي غناخذوا فيها شمع النحل، سير دافي، زيت الكوكو، زيت اللوز الحلو، زيت الورد، وزيت الياسمين، اذا الويل دو جاسمان، فيجيتال دو جاسمان دو جاسمان. اذا فغادي ناخذ شمع النحل منه 4 ديال المعالق كبار، 2 معالق كبار ديال زيت الكوكو، زيت اللوز الحلو معلقه كبيره، ومعلقه صغيره من زيت الورد وزيت الياسمين. هادشي كامل كنحطوه في حمام مريم، كنخليوه يذوب مزيان، كنخلطو حتى كنحصلو على واحد الخليط متجانس، كنخويه في واحد البواطه ديال الكريم ولا اي بواطه عندكم في الدار، وكنديروه في الثلاجه نخليوه تيبرد. ملي كيبرد كنحصلو على واحد الكريمه، هذيك الكريمه غادي توليو تدهنوا بها الوجه ديالكم والبشره ديالكم، وكتصلح كذلك حتى الذات، حتى الذات الا كانت فيها نشوفيه وكانت فيها باهته، صافي كندهنوا بديك الكريمه وكنباتوا بها، وكنبقاو مداوبين عليها دائما، ما كنقطعوهاش يوميا، وكنبقاو مداومين عليها نهار بعد نهار، كتحسوا بالبشره ديالكم كترجع لها النضاره وكترجع للحاله الطبيعيه ديالها. وتهلاي لله في راسك، لانه كل شيء ممكن وكل شيء بين يديك، خصك غير فقط تختاري المواد اللي غتصلح لك واللي فيها جوده، وان شاء الله داومي عليها باش تحصلي على النتيجه. عندي واحد السؤال ضروري نطرحه عليك دكتور عماد قبل ما نختموا الحصه ديالنا اليوم. مرحبا. السيدات اللي باغين ينقصوا من البطن من الكرش، عندي اسئله كثيره هذا الصباح على الصفحه، كنحييهم كنقول لهم حنا غنجاوبوكم، شنو النتيجه شنو الحل؟ فوصفه الدكتور عماد ديال القرعه والليمون، اذا 2 معالق كبار ديال القرعه مفوره الداخل ديالها كنطحنوا معها كاس كبير. القرعه الحمراء. القرعه الحمراء. حمراء. حيت غير يمكننا ناخذوا 2 معالق كبار. ف 2 معالق كبار ديال القرعه الحمراء مفوره كنطحنوها مع كاس كبير ديال عصير ديال الليمون، عصير البرتقال، التشين، كنطحنوها كنشربوه نص ساعه بعد الفطور، هذا ديال الشريب. الدهين مساج للبطن، اذا غناخذوا زيت البرتقال، زيت الزعتر، وزيت ارغان للجميل. اذا زيت البرتقال، زيت الزعتر، زيت ارغان للجميل، معلقه كبيره من كل زيت، كنخلطهم مزيان، ولكن قبل كل استعمال كندفيهم واحد شويه في حمام مريم، عاد كنديروا واحد المساج على المناطق اللي بغينا نقصوا منها، مساج ديال 10 ديال الدقائق، كنخليوه نص ساعه هي 40 دقيقه في كل شيء، ومن بعد كنمسحوه بالقطن بلا ما كنغسلوه، وكنداوموا عليه يوميا حتى كنحسوا بان هذوك المناطق بداو كينقصوا، وبدات ديك الخلايا الدهنيه كتحيد. وشكرا لك دكتور عماد على كل هذه الوصفات والنصائح الرائعه، شكرا لك شيف كنزه على كل هذه الشهيوات اللي هي شهيه وفي المتناول. الله يبارك فيك. حنا تواصلنا دائما طبعا دائم على الصفحه سناء الزعيم اصوات، تحياتي وحبي لكم.